تجميل الاسنان ده ممكن يجي نعمله بالكراونز، نعمله بالطبقات او الفينيرز، او نعمله بالمينيمال بريب فينيرز، او في بعض الاحيان بنلجا الى تقويم الاسنان الاول قبل ما نعمل اي حاجه تجميليه. الزراعه والتركيبات، هل بينهم تنافس؟ الزراعه هي نوع من انواع التركيبات. امتى ما اعملش تركيب؟ لو احنا عملنا التركيبات والمريض لم يعتني فالتركيبات لازم هتفشل. لازم تصمم ابتسامه ملائمه للوجه. التدخين بيعمل ايه في الاسنان؟ هو بيبدا بمشاكل بسيطه جدا ممكن تنتهي لا قدر الله الى سرطان الفم. لو مريض السكر غير محافظ او سكره عالي جدا، انا بنصح ان ده لا يصلح للزراعه. اهلا بكم. الحقيقه النهارده حوار مثير للغايه، يعني في عالم الاسنان هستمتع النهارده استمتاعا كبيرا. عايز بس اقول لكم انه في مشاهير كتير على فكره عملوا شغل في سنهم، وهم انا في رايي ايقونات العالم في تغيير مفهوم الاسنان او مشاكل الاسنان. يعني مثلا لما نيجي نشوف كاترين زيتا جونز، كاترين زيتا جونز كانت بتعاني من مشاكل في اسنانها وعملت عمليات غيرت شكل اسنانها بشكل كبير جدا، وكانت دايما وهي صغيره تحس انها قافله بقها، بتبتسم على لما نفسها، دي في ناحيه الشمال وهي لسه كانت في مثلا في يمكن عندها 20 سنه ولا يمكن اقل شويه. دلوقتي تشوف الابتسامه عامله ازاي، شوف فاتحه بقها بشكل جيد جدا وبينه كل سنانها من غير خوف. برضو من الناس اللي غيرت سنانهم، وعلى فكره في افلام كتير له كان بيتكلم على تجميل الاسنان، يدخل كده شغل تجميل بين أفلك افلام كتير قوي. شوف سنانه كان فيها طبعا جام سمايل ومش عارف ايه والكلام ده كله، وعنده مشكله في اسيمتري في الوش، باينه الوش الناحيه الشمال غير الناحيه اليمين. برضو من الناس مايلي سايروس، برضو نجم ديزني المعروفة جدا، كان عندها بروز وكان عندها جام سمايل ومشاكل كبيرة، لكن أكثرهم شهرة واللي كان في احتياج كبير لأنه يجمل سنانه نيكولاس كيدج اللي هو واحد من النجوم المفضلين. كانت سنانه ده هي كده الصورة مش مبينة، لكن كان في مشاكل كبيرة جدا في سنانه، وكانت الجام سمايل موجودة وكان في تلون غريب ومثل بيها كده. يعني لو شفتوا افلام القديمه بتاعت نيكولاس كيدج كان بيمثل بسنانه، هو من الممثلين اللي بداوا صغيرين ومن زمان قوي، مثل يمكن اعتقد في الثمانينات بدا. فباين جدا عالم الاسنان يا جماعه، عالم التكنولوجيا فيه، وطبعا السياحه العلاجيه مهمه جدا كمان في مصر هنتكلم فيها النهارده. ضيفي النهارده استاذ دكتور احمد حبشي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، نورني وسعيد جدا بوجودك، وسعيد بعمل جويل في مصر، سعيد بكل الابداعات اللي انتوا بتعملوها، ما شاء الله حاجه جميله جدا. ربنا يخليك يا دكتور ايمن. الجديد النهارده الاسنان كلها جديد النهارده. طبعا احنا معانا كل حاجه. لا هو العلم يعني الحقيقه طب الاسنان حاليا كل يوم في جديد. ده انتوا الايام دي بالذات ما اعرفش ايه اللي حاصل. دي حقيقه فعلا. سباركس ال 3D تكنولوجي مع الاشعه ثلاثيه الابعاد، مع التطور في المواد اللي بتستخدم في تجميل الاسنان وتركيبات الاسنان، كل يوم في جديد، فانت مش ملاحق. يعني انا مش لو سبت نفسي للمؤتمرات كلها الحاجات الجديده يبقى مش هعرف اشتغل ولا يوم. كل يوم في جديد. اديتنا مواعيد كتير عشان تيجي تشرفنا. انا اسف، عارف بقى ظروف السفر. لا وسفر المؤتمرات والشغل، انت عارف دبي برضو. الدنيا واخده شويه مننا شويه. لكن قول لي، انا عايزك تحكي لي بقى الفينير اللي طالع دلوقتي فيها ايه؟ ايه الجديد في عالم الفينير؟ هو الحقيقه دلوقتي رجعنا تاني يعني انت عارف كل شويه بيطلع عندنا موضه جديده. اولا ظهرت الهوليوود سمايل والاسنان، كان يعني حتى كان في مفهوم خاطئ عند بعض الناس وسبيشلي في المنطقه العربيه، ان كل ما الاسنان ابيضت اكتر كل ما جوده المواد المستخدمه احسن. طبعا ده ما كانش له دخل في الموضوع ده، هو لون انت بتختاره. كنا بنروح للالوان البيضه جدا، ده طبعا بناء على طلب المرضى. يعني المرضى كانوا بتيجي مثلا تلاقي حد لونه يعني بشرته
ما تستحملش اللون الفاتح قوي ده، بيبقوا طالبين. احنا دلوقتي سبحان الله بدأ دلوقتي بقى مفهوم، قدرنا نغير مفهوم تاني ورجعنا للناس كلها عايزة اللون اللي مش لازم يكون ابيض قوي، اللون الطبيعي، وعايزة شكل الاسنان الطبيعية. مع ان ده انا زي ما بقولك من 2005 من ساعة ما بدأ يتطور قوي تجميل الاسنان والطلب عليه. طبعا الحقيقة طبعا مصر كانت من الدول اللي مؤخرا دخل فيها الموضوع ده، مؤخرا ده اللي هو من حوالي 7-8 سنين يعني. بس انا بقول لك مثلا دول زي مثلا الامارات او دبي، لا احنا من 2005 كان وصلنا للبيك او لأعلى شيء. من 2003 كان بدأ الموضوع يخش هناك وبدأنا نغير فكر الناس. مع 2005 كانت العيادات كلها اللي بتعمل في هذا المجال كانت مليئة الحقيقة بالمرضى. فهرجع تاني زي ما بقول لك، حتى في الدول العربيه او في دبي او في السعوديه اللي هم الخليج بداوا يطلبوا الاسنان اللي شكلها طبيعي. هنا في مصر بدات الناس كتيره قوي عايزه تبعد عن اللون الابيض. انا عايز اقول لك ان انا عندي مواد باللون الابيض عندي لغايه دلوقتي في عيادتي، مش عارف ان انا استخدمها ليه. الناس كلها بدات دلوقتي عايزه لا لون طبيعي اللي هو زي لون العاج يعني. ذاتس فده طبعا حاجه جديده، طبعا بدا يتطور الوان جديده، طريقه تصنيع الطبقات او القشرات او الكراونز وات ايفر اللي احنا مختارينه او التقنيه اللي هنستخدمها، رجعنا تاني لشكل السن ما يبقاش مصمت زي ما كان طالع موضه والناس بتطلبه. لا رجعنا تاني نرجع للشكل الطبيعي اللي ربنا خالق بيه السن. فده التطور اللي موجود حاليا. طبعا التكنولوجي عامله يعني قلبان في الموضوع ده، تطور شديد جدا بالنسبة للسيرك، بالنسبة للمعامل يعني، خاصة كمان الفنيين المعمل طبعا بدأوا دلوقتي يرجعوا. تعرف بيبقى صعب قوي ان انت معود فني معمل بقاله 10 سنين بيشتغل لك بنفس الشكل، تيجي تقوله لا انسى كل حاجة وارجع بقى تاني لوضع جديد لشكل جديد للأسنان. فطبعا الأمور دي بتاخد وقت وده الجديد بقى طبعا. عايز أتكلم على الفينير، هبدأ الأول على الفينير وعايز أتكلم في البريباريشن التحضير. إيه رأيك بقى يعني، هل ما زال هناك بريباريشن ولا قل قوي؟ البريباريشن هو إيه عشان برضه الناس؟ هو البريباريشن هو برد الأسنان، ده المفهوم الدارج عند الناس هو برد الأسنان. ده الحاجة الوحيدة اللي عمرها ما هتتغير. احنا في حالات نقدر نبرد فيها، في حالات ما نقدرش يعني ما نبردش فيها. بيبقى دايما الحكم عندنا هو حجم السن ودرجة بروزه. انا دايما يعني بتكلم في الموضوع ده، دايما بتسأل في السؤال ده، حجم السن ودرجة بروز السن هو اللي بيدينا مساحة هل نبرد ولا ما نبردش. تاني المفهوم اللي دايما عند الناس، انا مش عايز ابرد، تيجي تلاقي عندها بروز تعمل لها تجميل بقى عندها ضب مش تشوي. فهم؟ وده بيحصل يوميا يعني، يوميا بيحصل. لا بص انا بصراحه بيحصل، مش هضحك عليك، انا زمان اول ما بدات في دبي كان الحقيقه اللي بيجي يطلبوا مني انا عايز اشتغل، مش هضحك عليك تمام، تقول لي اعمل من غير برد يا ستي، ما حجم السن والكلام ده كله ما تقتنعش، خلاص بعملها انت ماما، اعمل الحاله مش عجباني ولا هي عجباها، نرجع تاني لقصه لا الدكتور عمل لي ضب، طب ارجعي نشيل الطبقات تاني ونبدأ نبرد الأسنان نصغرها وتشوف النتيجة تبقى مبسوطة. فيا ستي من الأول. طبعا دلوقتي الواحد وضع يعني، واحد سن برضو وعدد سنين الخبرة والكلام ده كله، لا بقى عندي المقدرة ان انا ارفض الحالة. انت الأحسن لك انت جاية تجملي الأسنان، الأحسن هو ان احنا نعمل برد، او الأحسن ان احنا ما نبردش الأسنان. لو قدرنا ما نبردش الأسنان فكويس. بس الجديد ان حتى ده عملية البرد بقت أقل كتير جدا من قبل كده. تمام. يعني حاله زي دي ده برد ولا تخشين؟ ده يعتبر تخشين لسطح السن. الحاله دي كانت من الحالات اللي هي زي ما شايف انت فيها فراغات، الاسنان حجمها صغير، بالعكس انا عايز ابرز الاسنان في الابتسامه بتاعتها. فدي بتبقى حاله لطيفه جدا، لي انا ولا ببرد ولا بعمل اي شيء، انا بس بخشن سطح السن الخارجي تخشين، ما بشيلش اي حاجه، بخشن ليه؟ عشان عمليه اللثه. واجي الزق الاسنان يعني، انت الشكل الاسنان اللي تحت ده بعد انا ما خشنت الاسنان. الاسنان الطبيعيه دي تخشين، عمر ما هي ولا المريضه شافت فرق، هي ما عرفتش انا عملت ايه،
ولا اي انسان يقدر يحكم على ان في فرق في اسنان. وبعد كده ركبنا الطبقات دي على طول عليه. هنا هي كانت طالبه اللون الحقيقه ده، هي اختارته. مش هقول ان دي الالوان البيضه الصارخه، يعني ده اقل شويه من الالوان البيضه المزرقه اللي الواحد كان بيعملها زمان بناء على طلب المرضى. تمام. وبرده لما هتيجي تبص على الاسنان، الاسنان هتلاقي ان الاسنان مش سطح مصمت، هتلاقي الطرف بتاعها برده فيه شفافيه. فهو ده اللي انا بقول لك عليه، ده اللي بدانا احنا نغيره في الاسنان حاليا. اذا اصبحت كمان دي برده حاله دي فينير، برده دي حاله فينير. دي كانت معموله الحقيقه، الحاله دي كانت دي عملناها في مصر من الحالات الحلوه اللي احنا عملناها الحقيقه. دي كانت الحاله دي كانت الاسنان معموله كومبوزيت فينيرز، حشوات اتعملت على الاسنان ومعموله في جنيفا في سويسرا اللي فوق دي. اللي فوق طبعا انت عارف الكومبوزيت احنا دايما دلوقتي بنقول بالنسبه للفينيرز احنا او انا من المدرسه اللي بتقول ان الكومبوزيت مش هايجينيك ماتيريال. الحشوات التجميليه، الحشوات التجميليه اللي هي نفس الحشوه اللي بنحشي بيها السن بنعمل بيها فينيرز على طول. في مدارس ما زالت مؤمنه بدا، انا يعني اكيد ليهم وجهه نظر. فزي ما قلت لك لما جينا غيرناها اقنعنا المرضى بان احنا نعمل بورسلين فينيرز. نرجع للحاله اللي فاتت، نرجع للحاله اللي فاتت ديت لانه نقف قدامها شويه. دي الحاله دي اللي فوق ده كان معمول في اوروبا على انه تجميل، تخيلوا. طبعا يعني دي كارثه يعني ده ده ده. وشوف تغير الحاله، ده الفينير اتعمل بس الحشوات التجميليه اتشالت ولا فضلت ما هي؟ لا لا طبعا لازم اشيل الحشوه التجميليه كامله. هي مش الحشوه التجميليه اذا ممكن تكون مصدر انفكشن، مصدر عدوى. مش هنقول مصدر عدوى، ولكن ممكن لو هي مش متنعمه كويس بتبقى مصدر ان يحصل تسوس للاسنان. وفعلا انا لقيت بعض التسوسات في الاسنان تحت، اضطرينا ننظفها بعد ما شلت الحشوات التجميليه وعملنا لها فينيرز. ده برضو اللون اللي مش ابيض، يعني انا زي ما بقول لك ده مش لون، ما يعتبرش لون ابيض، ده لون ناتشرال جدا. هتشوف على سطح الاسنان فيها التعريجات او التمويجات اللي ربنا بيخلق السن بيها، وتحس ان لون السن ديجرادي، يعني عمره ما بيبقى لون كل واحد، هتلاقي بيبدا اول ما بينزل على طرف السن يبدا يحصل نوع من انواع الشفافيه. اللي هي الشكل الناتشرال، الشكل الطبيعي. حتى لو هعمل لك سنان بيضاء او هعمل للمريض سنان بيضاء هعملها ديجرادي، خلاص ده بقى دلوقتي الاسلوب المتبع. عن اللي الصوره بقى الجايه، الصوره جايه حاله صعبه شويه، يعني دي حاله فيها كثير من المشاكل، يعني دي محتاجه تقويم، محتاجه. برافو عليك، دي من الحالات الحقيقه اللي انا ساعات باخد فيها التشالنج. المريضة طلبت انها يعني عندها جزء من اللثة بتاعتها باينة، ما كانش عاجبني الموضوع ده. شكل الاسنان او رصة الاسنان محتاجة تقويم على طول. كان الحقيقة المريضة رفضت التقويم كاملا. فانا عرضت عليها الفكره، قلت لها انا ما عنديش مشكله هنعمل الاسنان، ولكن هيبقى في عمليه برد الحقيقه شديده. ان احنا شايف السنين الاماميين دول احنا بنسميهم الكيدني شيبس. كيدني شيب دي بتحسهم على شكل، عارف احنا بنقول عليهم شكل، عارف بيبقى في اعوجاج كده شويه في السن، فبنقول عليها زي شكل الكيدني شيب او الكلى. تمام. ده في الديزاين. تمام. مش المورفولوجي بتاع السن. فانا في الحاله دي طبعا انا ببرد الاسنان السنتين الاماميتين بالذات برد كتير، وبفتح يعني بفتح زي فراغات بينها وبين السنه اللي جنبها عشان اقدر اظبط السنان بالطريقه اللي انت شايفها تحت. بلس ان احنا اشتغلنا على الجامي سمايل، انا استخدمت في دي الليزر الحقيقه، ما فضلوش حقيقه كتير في الحالات بتاعت الجامي سمايل، بس الحاله دي كان يسمح لي الليزر ويبقى سيف ومش هيحصل لي مشاكل بعد كده. الجامي سمايل اللي هي ابتسامه لثويه، ابتسامه لثويه. انت هتلاقي انا طبعا انا ما بحبش اعرض الوجوه الحقيقه بتاعت الناس، ولكن لما هتيجي هتبص على الحاله دي انا على الوش بتاعها، لا انا كنت شايف ان الاسنان محتاجه تبقى بارزه جدا، مساحه الوش تسمح لي ان انا اخلي الاسنان بارزه قوي كده، وفي نفس الوقت تدي لها شكل ابتسامه جميله وما نغيرش في وشها ولا نديها ضب ولا اي شيء. هي تكوينها العظمي طبعا اكيد يسمح بذلك، الجمجمه بتاعتها تسمح بكده. انت عارف دلوقتي كمان بقى هو علم، يعني هي دراسه الحقيقه بناخد فيها وقت طويل. احنا ندرس يعني مناطق الجمال بتاعه الوش، ايه اللي نقدر نعمله وايه اللي ما نقدرش نعمله. زمان كنا بنشتغل بعينينا بس، دلوقتي بقت في تقنيات كتيره جدا وسوفت ويرز بنبدا نشتغل عليها. ليه الناس دلوقتي بقت كتير منهم
بيهربوا من التقويم. دي حقيقة. انت برضه بص في حالات ما بقدرش يعني لا لازم يا تقويم يا بعتذر عنها. الحقيقة ان بيبقى في حالات الحقيقة بيبقى فيها ديستو او كم الدمار للسن غير طبيعي. يعني نقعد نبرد الاسنان ونكشف الاعصاب ونضطر نعمل علاجات اعصاب. والناس الحقيقه بقت مستسهله برضو فكره علاج الاعصاب وده مش صح. الفراغات نحن ملوك الفراغات في العالم صح. الحلل هي ليه الفراغات بتزيد صحيح في السنان؟ هل الخلة لها دور؟ لا حسب السن وحسب يعني هو دايما موضوع الفراغات اللي بتحصل هتلاقيها بنسبه كبيره قوي تبقى اثناء التكوين او اثناء النمو. يعني الحقيقه من المرحله بتاعه الاسنان اللبنيه الى الاسنان الدائمه في حاجات كتيره قوي بتتدخل في الموضوع ده. يعني زي الحاله دي مثلا. زي الحاله دي مثلا. بس دي يعني خلي بالك برضو العامل الوراثي استيل موجود. بس انت صعب قوي اي دكتور في الدنيا يشوف الفراغات لحد مثلا عنده 16 سنه 17 سنه يبقى عارف ايه السبب. تمام. هو بيحط مجموعه اسباب وانت بقى يا حاجه وراثيه اثناء النمو كان لازم يتعمل تقويم في وقت معين وما اتعملش واهمل اتخلعت سنه من الاسنان اللبنيه بدري فحصل او اديت مسافه ان يبدا يحصل النمو للاسنان بطريقه غير الباترن او غير الطريقه اللي هي تبقى عليها. ودايما احنا يعني بيهمنا جدا في وقت الاسنان اللبنيه ان احنا نوجه الاهالي ان سقوط السن قبل ميعاده بفتره طويله ده لازم يواجه بتعامل معين من اطباء الاطفال عشان نحفظ المكان بتاع السن اللي وقع قبل نمو السن الجديد. ان ده بيعمل لخبطه كتيره قوي في عمليه طلوع الاسنان اللي هي الدائمه او البيرمننتيس اللي احنا بنسميها. الحاله دي كان فيها ايه؟ الحاله اللي احنا هنشوفها دلوقتي غير الفراغات، الفراغات بس هي المشكله ولا في اشياء اخرى كانت فيها مشكله؟ لا هي الحاله دي كانت احنا بنسميها شورت كلينيكال كراونز يعني اللثه فيها نمو زايد شويه عن الطبيعي. عمليه الفراغات برضو كانت موجوده. تعاملنا مع اللثه طبعا اضطرينا ان احنا نقص اللثه ودي برضو من الحالات اللي قصناها بالليزر. انت قلت لي انا الليزر بستخدمه ويسكوشن وبحذر شديد. الحقيقه انا كنت من محبي الليزر زمان جدا وعندي ماستر فيها يعني. بس في موضوع اللثه الحقيقه لما بيبقى محتاج ان انا اشيل لثه بطول شديد قوي فوجئت ان بعد سنه او سنتين بيبدا يحصل لي تاني التهابات في اللثه. على عكس العمليات القص اللثه اللي بتحصل عن طريق الاستشاري او المتخصص اللي هو استشاري اللثه او متخصص في اللثه اللي بيستخدم المشرط. لقيت ان دايما النتائج بتاعه المشرط على اللونج رام بتبقى احسن من الليزر في الحالات اللي هي انا هشيل جزء كبير من اللثه او هتحتاج ان احنا نشيل جزء من عظام اللي هي عامله دعم الاسنان. ايه اللي حاصل في السنان؟ دي صوره تخض. لا هو ده شكل ايه زي لما نيجي نعمل بلاننج نيجي نعمل شكل البرد هيبقى عامل ازاي. هتلاقيني راسم خطوط معينه عايز اخلي سطح السن فلات ان انا هطول السن عايز اقصر من بعمل تحديد لطول الاسنان. دي حاجه بتبقى حاجه يعني لما احب اشرح الحاله بعمل دوكيومنتيشن للحاله. تلاقيني عامل زي ما بقول لك شايف الفجوات دي كلها بالظبط بوصلهم ببعض. بالظبط برافو عليك. عشان اقدر اوصل لنتيجه نهائيه بطريقه معينه. دي الحاله دي انا اضطريت ان انا اعمل نسبه برد في طول الاسنان. كويس ان انا هرفع من اللثه فانا مش عايز تبقى الاسنان طويله قوي فقصرت شويه من الاسنان وده اللي كان يلائم الوجه في الوقت ده. وبدانا نشتغل وكان الفينير هو الحل لكل المشاكل. طبعا بعد طبعا التعامل مع اللثه واحنا قلنا تعاملنا مع اللثه. انت هنا انا قصيت اللثه قصرت من الاسنان بالطريقه المعينه وده كان الشكل النهائي. زي ما بقول لك ده احنا عملنا حوالي 6 اسنان فقط لا غير فهتلاقي شكل الاسنان طبيعي جدا ما فيهاش اي نوع من انواع التغير لون الاسنان زي لون الاسنان اللي تحت بالظبط. تقييمك للاخطاء اللي بتحصل دلوقتي في ماركت الاسنان اه ايه اكتر الاخطاء؟ ايه اكتر الحاجات اللي بتسمعها
انت شايف انها لازم تتغير في مفهوم الناس في دماغ الناس الاستعجال الشديد في موضوع تركيب يعني انا مش عايز الانسان أنا. لا مش عايز انا المرضى ينخدعوا في فكره الترويج الترويج بالتعدد. احنا بنسلم في يوم واحد على فكره مش معجزه، انت ممكن تسلم في الاسنان في يوم واحد بس هو اللي بيدفع الثمن. المريض هيدفع والدكتور يعني في دكاتره ما بتهتمش، فدي من الحاجات الحقيقه الشائعه جدا. في حاجات تانية الواحد بيشوفها، في ناس ما عندهاش لسه خبرة مستعجلة جدا، مش بنقول ان هم مش كويسين ان هي خير وان بس لسه العلم مش كافي، لازم العلم مع الخبرة. انا دايما بديها مثال بقول، هو انا اول حالة تجميل عملتها انا بدأت اشتغل برايفت، انا دلوقتي بقالي في المجال ده حوالي 19 سنة، عمر ما كانت اول حالة او اول 10 حالات فينيرز عملتهم زي ما دلوقتي انا بعمل الحاله. تمام. لا انا كنت الاول لا اقعد ويطلع حاجات غلط وحاول لسه ما عنديش الخبره، واحده تقع واحده تتكسر واحده واحده. طبعا مع الليرنينج كيرف عندنا بيبقى بالخبرات بعدد الحالات اللي انت عملتها، بتاخد وقت الحقيقه وبتاخد عدد سنين معين عشان توصل ان انت تبدا تعمل الحالات دي. فعدم الخبره دي في برضو في مشكله، يعني هو الاستعجال وعدم الخبره ده اللي انا بقوله. انا مش عايز اقول في سوء نية من أي دكتور أو من أي زميل، ولكن دول حاجتين أو عاملين الحقيقة أنا بشوفهم دول اللي في الماركت المصري الحقيقة. في السياحة العلاجية فكرة الزمن برضو مهمة. تمام. إزاي نتعامل مع السياحة العلاجية وفاكتور الزمن والنتيجة اللي نرجوها لاستمرار نجاحنا في السياحة العلاجية؟ أنا هقول لحضرتك، أنت عارف طبعاً إحنا لينا تجربة في دبي، يعني إحنا فرع دبي قائم على السياحة العلاجية الحقيقة. وفرع مصر برضه. وفرع مصر جزء منه سياحة. لا بالعكس، ما أنا أحكي لك اللي حصل لما جينا فرع مصر. لا في سياحة علاجية قوية جداً، إن أنت عندك حاجة مهمة جداً مش موجودة، فرق السعر. فرق السعر خطير، أصل أنا ما أقدرش إن أنا أتعامل. أنا لما جيت هنا مصر الحقيقة لصالحنا، فرق السعر ده لصالحنا احنا في طبعا السعر طبعا طبعا. انت لما جينا هنا مصر، انا عايز اضمن الستاندردز بتاعت فرع دبي، مش هقدر يعني تعبنا وكان في ترايل اند ايرورز وكان في حاجات كتيره، مش هقدر اقول ان احنا من اول يوم كنا كل حاجه صح، اكون كذاب الحقيقه. احنا لسه جداد، انا مصري بس انا بقيت 18 سنه بره البلد. جينا وشفنا وجربنا وتعاملنا مع دكاتره وكان في مشاكل وكان في اخطاء، وده حاجه طبيعيه جدا بتحصل. بس بعد دلوقتي بعد سنه اقدر اقول لك لا احنا بنقدر نوصل لنتائج 90% مرضيه جدا. باب السياحه العلاجيه مفتوح، ليه مواسم معينه او ليه فترات معينه. زي ما قلت لك ان انت بتديهم ستاندرد زي دبي. انا بشوف ان دبي ايقونه من ايقونات الحقيقه السياحه العلاجيه في العالم. بتديهم ستاندرد زي دبي، وفي نفس الوقت السعر خمس السعر اللي بتدفعه في دبي. فأنا شايف إن شاء الله في مجال، هو بس محتاجين جهة رقابية على يعني، أو يبقى في جهة في وزارة السياحة تتعامل مع طبعا بالتنسيق مع وزارة الصحة، تتعامل مع ملفات السياحة العلاجية عشان ما يحصلش أي نوع من أنواع الأخطاء الطبية اللي تبدأ تضر بسمعتنا، ما يحصلش ترويج خاطئ او نوع من انواع الدعايه الخاطئه. ان طبعا الاجانب لازم نبقى مهم جدا واحنا بنتعامل مع الاجانب المصداقيه في الدعايه بتاعتنا، ما تقدرش تقول لهم انا هعمل كذا ويجي يلاقي حاجه تانية. الاجانب ما بيفهموش ده. العرب ممكن تبدا تتكلم معاهم ويبقى في لغه واحده تبدا تقنعهم فيها، لكن الاجانب يعني لازم زي ما بقول لك لازم يبقى في هيئه رقابيه تعمل على الموضوع ده عشان ينجح المشروع ده في مصر كاملا، بلس انه اختيارات بقى الكيانات والمراكز اللي هي تقدر تتعامل مع السياحة العلاجية. لو تعاملت مع اي اوروبي او امريكي اقل من اللي هو انت سمعه او اللي انت وعدته بيه قبل كده، بيفقد الثقة فيك immediately. تماما تمام. يعني فوش ما فيهاش بقى ايه كلمتين هظبط له دماغه. لا هو بقى خلاص، لا انا ما تقلقش يعني لا خلاص مفيش الكلام ده. الزرار خلص، هو جيبي. انت عارف دايما الاوروبيين منظمين جدا، بيبعت لك ملف بيبعت لك كل اللي انت عايزه، بحيث انه بيقول لك انا عايز السعر، عايز انا محتاج اقعد قد ايه في اسوأ الفروض، امتى الوقت المناسب او الميعاد المناسب، اعمل لي خطه علاجيه كامله للعلاج بالسعر. بتديله الكلام ده. احنا كان عندنا عيانه امريكيه بتعمل عمليه، بس مش عمليه يعني مش حاجه في الاسنان، ولكن عمليه تجميل،
وحصل حاجه معينه بقى في فرق سعر تحملته. يعني كانوا بداوا يكلموني ان احنا نتكلم مع المريض، قلت مستحيل. تحملنا احنا الفرق ده عشان الموضوع اللي انا بقوله لحضرتك، الكوميتمنت. وبعد ما خلصنا شرحنا لها، وهي هي يعني الست الحقيقه كانت محترمه ده جدا، تمام، واحنا احترمنا كلمتنا معها، تحملنا الفرق وخلاص مفيش مشكله. انت بتسعدني بحوارك دائما واسلوبك الراقي جدا في الطرح العلمي، وفي نفس الوقت التوصيف، وبدات انت تضع زي ما بيقولوا يدك بقوه على النقاط السلبيه والهامه والمحتاجه تعديل في السوق المصريه في عالم الاسنان بشكل واضح جدا. وبدات زي ما بيقولوا يعني تستمتع وتستمع الى الاغنيه المصريه الخاصه بطب الاسنان. اهلا بيك في مصر. ربنا يخليك يا دكتور. نورت يا دكتور حبيبي، انا بستمتع بيك. لا لا ربنا يخليك يا دكتور. الحوار معك يبقى دايما يعني دردشه وحوار خارج المألوف، وبيبقى بدون سابق تحضير. احنا بنقعد نشوف الحلقات ونحكي كل حاله وقصتها ايه، قصص مهمه جدا وملفات مهمه جدا في عقل واحد من سوبر ستار عالم الاسنان في العالم العربي. طبعا استاذ دكتور احمد الحبشي كان في ضيافتنا، كلينيكا جويل كانت موجوده في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. احنا بنضر نفسنا بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالرقبه، في اعداء للرقبه كتير، اعداء باي غضروف، ليه قلب من جوه وليه غطاء من بره. العالم كله بيتجه للتدخل الجراحي المحدود، يعني مراره بدل ما كانوا بيعملوها بالمفتوح بقينا نعملها بمنظار، غضروف الركبه بدل ما كانوا يفتح الركبه طب ما نعمل بالمنظار، وهكذا. التدخل المحدود ده بيدي للمريض فرصه ان درجه الشفاء اسرع، لان مفيش جرح. العلم بقى فاهم العصب بينقل ليه الالم وايه الحته اللي بتنقل الالم والمشكله فين. ما انت لو تعرف المشكله هتوصل للحل.